موضوع النهاردة هو مشروع عملاق هيتنفذ بين مصر والسعودية للربط الكهربائي، ولأول مرة هيتم الربط بين أكبر شبكتين كهرباء بالمنطقة. هنشوف الكلام ده معناه إيه وإيه هتكون فايدته على البلدين. تابعونا. العلاقات بين مصر والسعودية ليها طابع مميز بيمتد لمئات السنين، وأي تحالف سياسي أو اقتصادي بين البلدين بيكون ليه تأثير مباشر على المنطقة كلها، لأن مصر والسعودية أكبر بلدين بالمنطقة من حيث الثقل السياسي أو الاقتصادي. مؤخرا تم توقيع مذكرات تعاون مشترك بين البلدين، أهمها مشروع الربط الكهربائي واللي بدأ تفعيله حاليا. وبسبب أهمية موضوع الربط الكهربائي بين البلدين تم توقيع اتفاق حضره أعلى قيادة سياسية في الدولتين، متمثلة في الملك سلمان والرئيس السيسي. شبكة كهرباء مصر والسعودية هما أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية والشرق الأوسط من حيث إنتاج الكهرباء، فبيصل مجموع إنتاجهم سويا 150 جيجا وات، وده بيوازي حوالي 40% من قيمة ما تنتجه كل الدول العربية. نفس الشيء الشبكتين في البلدين هما الأطول في المنطقة بإجمالي أطوال 140 ألف كيلومتر دائري. مشروع الربط بين البلدين هيكون ضخم بقدرة 3000 ميجا وات وبأطوال 1350 كيلومتر، ودي هتكون خطوط هوائية هتربط بين محطة شرق المدينة ومحطة تبوك، وبعد كده الربط هيعبر خليج العقبة بطول 22 كيلومتر عن طريق كابل بحري تحت المية هيوصل لمصر في محطة بدر. وبكده هيكون الربط عبارة عن خط هوائي وبحري. مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الخط البحري هيكون مكانها في نبأ جنوب سيناء. المرحلة الأولى في المشروع هتشتغل في 2023 بقدرة 1500 ميجا وات، والتشغيل بشكل كامل هيكون بعد 52 شهر يعني 4 سنين و4 شهور، وهيكون بقدرة 3000 ميجا وات. التكلفة الإجمالية للمشروع هتكون مليار و800 مليون دولار. أما عن خطوط النقل ومحطات المحولات الخاصة بخط الربط فهتكون بنظام HVDC، ودي تقنية الربط المستمر اللي بتعد الأحدث في مصر والعالم، واللي هتربط أول قارتين ببعض لأول مرة. مخطط تنفيذ المشروع الضخم هيكون من خلال ثلاث تحالفات محلية وعالمية. من المتوقع مشاركة العملاق المصري شركة السويدي إلكتريك، واللي بتشارك في معظم مشاريع الربط الكهربائي اللي بتنفذها مصر. مكاسب المشروع في البلدين هتكون كبيرة جدا. أولا الربط هيتيح لكل دولة الاستفادة من الاحتياط اليومي بشبكة الكهرباء في أوقات الذروة. يعني مثلا مصر عندها احتياط يومي 21 ألف ميجا وات، هتتيح لمصر الاستفادة منه من خلال الربط مع دول الخليج. نفس الشيء السعودية بتملك احتياط يومي هتستفيد منه في وقت الذروة، والربط مع دول عربية وأوروبية من خلال الربط مع مصر، واللي أصبحت حاليا مركز إقليمي لإنتاج الطاقة وتصديرها لدول كتيرة بالمنطقة زي ليبيا والسودان والأردن ولبنان. ده غير الخط البحري لنقل الكهرباء المصرية لقبرص واليونان وأوروبا، وده هيتيح للبلدين الربط مع دول جديدة وإمداد الطاقة ل 20 مليون شخص، قيمة فائض الطاقة في البلدين. كمان الربط هيتيح استخدام تقنية الربط المستمر HVDC، ودي أحدث التقنيات في العالم اللي هتعمل على تحسين كفاءة شبكة الكهرباء في مصر والسعودية وتقليل البصمة الكربونية. وأهم شيء إن المشروع في النهاية هيخدم طموح مصر والسعودية في التنمية المستدامة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.